سوف نبقوه هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني سلام الله عليكم حبيباتي وأخواتي في الله. إن شاء الله كامل تكونوا بخير وفي صحة جيدة بإذن الله. اليوم جيت لكم وطليت عليكم بوصفة الغريبية. الغريبية هي حلوة جزائرية أصيلة وعريقة ومحبوبة بيان سيغ، ما كاش اللي ما يحبش الغريبية. نجوزو مباشرة للمقادير. المقادير تاع الغريبية هي 250 غرام مارغارين، اي مارغارين توجدت عندك. انا عندي فلوريال، انتما اي مارغارين توجدت عندكم. كاس زيت، كاس شوفوا كيفاش معمر بومبي سكر غلاس، رشه ملح، ومغرفه خميره الحلويات، والفارينة اكيد. بسم الله الرحمن الرحيم، نجوزوا مباشره لطريقه التحضير. أول شيء نديره هو المارغرين، تكون درجة حرارة الغرفة تكون طرية هكذا كما راكم تشوفوا. نديرو عليها داك سوك كلاس، بسم الله. نمزجوهم مليح حتى تذوب هاديك الزبدة مليح، ويولي عندنا قوام كريمي. هكدا شوفو خياتي، هاد المرحلة نزيد الكاس تاع الزيت الخليط ديالنا. هاد المرحلة شوفوا نزيد القريصة تاع الملح تاعنا، بسم الله، ونبدا نزيد في الفارينة. هاديك الفارينة نزيد هاديك المغرفة تاع خميرة الحلويات. خياتي قلت لكم مغرفة، ما ديروش باكي كومبلي، باسكو الا درنا باكي كومبلي راح تفيض لنا ويخسر الشكل ديالها. نايمو العجينة ديالنا ما تكونش يابسة وما تكونش طرية بزاف. هي تلامت معايا، شوفوا ميم طون ولات ما تتلاصقش في الحواف. انا هكذا شوف راهي مليحه معايا، شوفوا القوام ديالها، هي ماي طريه 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 تتلاصق في اليدين، شوفوا ما تلصقش في اليدين، ما راهي يابسه. انا هكذا نغطيها نخليها تريح 5 دقائق ونولو نشكلوها كيف كيف. هاي الكرياتي بعد ما ريحت شويه العجينه ديالنا، دوك نجوزو نديرو هكذا ديبول ونوزنوهم 40 غرام. نزيد ندير معكم وحده، هكذا نجوزو نخدموهم.
هكذا اختي العزيزه. بسم الله نزلني انا لهنا، نكوروهم او نبوليوهم مليح مليح هكذا في يدينا، ومن بعد نبداو ان شاء الله تكون موضحه الصوره. هكذا نطلعو فيها باش ما تحبطناش كي طيب. نقول لكم هكذا مقربه، شوفوا كيفاش نديروا لها هكذا حتى تطلع معنا بهاد الكيفيه. جيسبر تكونوا فهمتوني حبيباتي. من بعد ندير لها شويه تاع القرفه، تزيين اختياري يعني يعود لكم، تحبوا تخلوها قرفه وحدها، تحبوا ديروا لها هاد اللوزه. كي نديروا لها لوزه نعاودوا، باسكو اللوزه كي تدخليها تحبط شويه، نعاودوا هاد العمليه، نعاودوا نوقفوها هكذا باش ما تحبطناش كي تكون طيب. نعاود معكم حبه واحده اخرى هكذا حبيباتي، ان شاء الله تكون الصوره موضحه. نحط لهنا خير هكذا، شوفوا ندير هذه العمليه، هذه نعليها نوقفها هكذا مش ما تطيحناش بزاف في الطياب. هكذا ندير شويه تاع القرفه، ندير اللوزه ديالنا، نعاود نفس العمليه ماشي بزاف يعني شويه باك باش ما نعاود نوقفها هكذا. جوسبر حبيباتي تكونوا فهمتوني مليح. انا نكمل كامل الحبيبات دياولي ونوليهم بعد معاكم باش نديروهم يطيبوا. هاي ليك حبيباتي الغريبيه ديالنا، بعد ما كملتها وشكلتها راح ندخلها الطيب على درجه حراره متوسطه، نشعلها من تحت ربع ساعه حتى 20 دقيقه. تشوفي لهنا هادو الحواف بداو يحمروا، ومن بعد لازم نشعلها من الفوق، نشعلها من الفوق باش تبدا تطرطق. انا ندخلها الطيب ومن بعد نولي ليكم. هاي لك خياتي وحبيباتي، بعد ما طابت الغريبيه ديالنا شوفوا ما شاء الله كيفاش خرجت وكيفاش تشقت تبارك الرحمن. انا طيبتها في فور على درجه حراره متوسطه، طابت لي ربع ساعه من تحت وخمس دقائق من فوق، وشوفوا النتيجه ما شاء الله. والله صدقوني جات ما شاء الله، والريحه راهي معبقه الدنيا اون دي غير العيد. المهم انا نخليكم خياتي ومن بعد نوريها لكم في طبق التقديم. ورانا كملنا وصفتنا لنهار اليوم اللي كانت الغريبيه حبيباتي. شوفوا كيفاش جات ما شاء الله، شوفوا كيفاش جات مشققه تهبل ما شاء الله، الدب في الفم صدقوني جات الدب في الفم. ما تكثرولهاش القرفه كيما انا بزاف نحب الكو تاع القرفه في الغريبيه. نتمنى ان شاء الله تجربوها وترجعوا لي بالخبر وتدعوا لي دعوه خير الى جاتكم مليحه. خياتي ما تنساونيش بلايك وبارطاج لصحاباتكم وحباباتكم واشتراك في القناه، واللوزه راهي طارت بها سينيمو. الى اللقاء، الى وصفه قادمه باذن الله. خليتكم في رعايه الله وحفظه.